بحال بزاف ديال المرات اللي كنكون في المعارض ديال الناس اللي كيكونوا عندهم مشاريع صغرى, بحال مثلا الناس اللي كيديروا لي برودوي ناتوريل, المهم كاع الناس اللي كيبيعوا في الانترنت, كتكون هذه فرصه زوينه ليهم انهم يبريزونطيو المنتوجات ديالهم في معارض اللي كيكون مجموعين فيها بزاف ديال الناس, كيحضروا بزاف ديال المشهورين ولا الناس لي انفلونسور ولا الناس اللي خدامين في الفن, باش كيشهروا هذوك الناس وكيحاولوا انهم يبريزونطيوهم للجمهور والناس اللي ممكن انهم يتعرفوا على المنتوجات ديالهم. كنقول لها كوراج, وكنتمنى التوفيق لاي امراه واي وحده كتحاول انها تحسن من الظروف ديال العيش ديالها ولا كتحاول انها تتجاوز المشاكل ديالها. كنتمنى ربي يوفق النساء كاملين بهذه المناسبه. صراحة هي تجربة زوينة بزاف مع شركة الإنتاج ديال ديسكونيكتد, وهاد التجربة هادي فيها بزاف ديال الرواد وبزاف ديال لي جون والناس اللي زعما عندهم تجارب مختلفة في هاد المجال هذا, وهي تجربة كوميدية ليا. ديجا لعبت في الكوميك ولكن هاد التجربة هادي شوية مختلفة حيت أول مرة نشارك في سيتكوم, وكنتمنى إن شاء الله يا ربي تكون تجربة مميزة وتلقى إعجاب ديال الجمهور. الدور ديالي هو ابتسام, واحد السيدة اللي عزيز عليها المظاهر, عزيز عليها الذهب, راجلها ذهيبي دونك هي كلها عامرة ذهوبات وما كتشبه ليش بزاف, هي شمالية بحالي وصافي. ان شاء الله كنتمنى, هو دور خفيف ظريف, كنتمنى ان الجمهور يعجبه ان شاء الله. سلمى رشيد ظريفه صراحه بزاف, هذيك البنت ومربيه مؤدبه بنت الناس, عزيزه عليا بزاف, عندنا علاقه زوينه في البلاطو وكنظن انها علاقه اللي غتستمر ان شاء الله حتى ابخي الخدمه. أجواء زوينة بزاف, كنخدموا بحال عائلة, كلها كنا عائلة وحدة, باغيين هذاك العمل يكون مزيان وكل واحد كيدير المجهود ديالو, وكنا كيجمعنا الحب وكتجمعنا الصداقة, وكنظن هذا الشيء هذا كاين حتى في السمية ديال السيتكوم ديروا النية, حنا مجموعين تما بالنية, وكنتمنى إن شاء الله يا ربي العمل يلقى الإعجاب ديال الناس. فنا ما عرفتش انا بحالي بحال اي ام, ما عرفتش الناس كيشوفوني كندير شي حاجه تزايدين يمكن, ولكن غير حيت يمكن انا كنصور بعض المرات شنو كندير وصافي. ما كاينين بزاف ديال الامهات اللي كيديروا بزاف ديال المجهود, وماشي سهل بزاف انك تكون كتخدم وفي نفس الوقت عندك المسؤوليه ديال التربيه وديال طفله صغيره, دونك هذه شي حاجه زوينه بزاف, هي ريسبونسابيلتي وفي نفس الوقت واحد المتعه كبيره بزاف. صراحة أنا ماشي ربع المرات كنبينها ولا كنبينها ملي كانت صغيرة ولا شي حاجة, حيت ما خصنيش أنا تكون هي مركز داك الشيء اللي كندير أنا زعما أولا نتاجر بها, ولا كنبينها ملي كتنشق لي, وملي ما كتنشقليش ما كنبيناش, ما عندها علاقة بعدا بالعين حيت العين ممكن تجي ولا ما تجيش, كاع الوليدات الصغار خصهم يكونوا بعادين على السوشيال ميديا, ولكن أنا ملي كنشاركها بارفوا غير هكا كنبغي الناس يفرحوا معاها ولا يشوفوها شنو كدير بالحب, مي ماشي ما بغيتش تكون هي شي وسيله للربح ولا باش انني ندير بها البوز ولا عليها, ما كنبينهاش فقط. صناعة المحتوى كلمة كبيرة هادي اختي. المهم انا كنت كندير دي فيديو في يوتيوب, دابا لهاد الوقيته هادي شوية بعدت, ولكن ان شاء الله غنرجع حيت بعدت غير بيد ما ندير شي محتوى اللي يريحني, حيت انا ما باغاش نكون كنشارك داكشي بيرسونيل بزاف والناس واحد الوقيته ولاو كيتسناو داكشي بيرسونيل وانا ما نقدرش عليه, دونك كنتسنى غير هكا في رمضان ان شاء الله غنبدا نحط دي فيديو اللي عندهم علاقه بشي حوايج اخرين ما عندهم علاقه بالبيرسونيل. لا الفيسبوك ما عرفتش علاش كيجيني الفيسبوك فيه الناس تعليقاتهم خايبه بزاف, كيجيني فيسبوك ما عرفتش ما بقاش عندي معاه, كنشوف فيه عنيف
ماشي بحال انستغرام كتلقى الناس اللي متبعينك اللي كيبغيوك، يعني حتى الا كان شي حاجه هكا ماشي هي ما هياش ما كتكونش عنيفه بحال بحال فيسبوك. كنفضل انستغرام على الفيسبوك. والله عادي جدا عادي بحالي بحال الناس كاملين، وان بليس ما شتيت هذاك الشيء الحريره وشباك والو، غير كنفطر فطور عادي كنجلسوا نتفرجوا في التلفازه مجموعين كنسمعوا القران كنصليوا مجموعين كنصليوا تراويح ديك الطقوس الرمضانيه ديال اي بيت مغربي. كنتمنى لهم رمضان مبارك سعيد، وان شاء الله يا ربي يدخل عليهم بالصحه والسلامه وباي حاجه زوينه ويوفقهم كاملين يا ربي. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.